الناس انا ما فهمتش كيف راه يتخمم الناس يتقاتل على المناصب وما على باليش، وانا نروح انا ندخل خنشوشي. لا لا يا خويا، اي نلعب فيه كارل راشدي، والرئيس اللي طلع نروح نطالب بحقي من عنده. خرجنا طالبنا الحقوق، مشينا في مشينا 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 في 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 الحراك هذا، مشينا في الحراك، درنا كلش، وقفنا ضد البرلمان الأجنبي، وكل درناهم، ولينا احنا ماناش ملاح. وعليكم السلام خونا عمار، تحياتنا وتحياتي الناس قالما خونا فلاح، تحياتنا. هذه هي كاين واحد الناس، واحد اخوتي انا وكان طاقي والناظرك وكان طاقي ولنا طارق بواسميه، طارق بواسميه درك تسمعوا كلش، تسمعوا غير مؤخرا هذو الايامات هذو، عيطت له قلت له يا الاخ طارق قبل 4 ايام، قلت له باللي منحه الاولاد يعني. والله يا اخوتي شوفوا نقول الكلمه والله يعني، وكان يعني انا والله اخي عرفته غير مؤخرا، والله صدقني لو كان قريت فيه جرام تاع خبث، والله يا اخوتي، والله يا خوتي لو كان قريت فيه جرام تاع خبث انا ما نعرفوش مليح، ولو كان حتى انا ثاني انا مانيش ساهل، حتى انا لازم نونكيت يعني الناس نشوف شكون هذا ما على باليش يعني. صح لقيتو بلي انسان صح بلي كان في بالكور وخدام وعلى بالي حتى ما مره ونسق بارك الله فيه، هو ثاني راه يعرفني مليح واش كاين واش ما كانش. عيطلو قبل 4 ايام، قلت له يا طارق انا هاني كنت الفوق، هاي المنحة تاع الاولاد راح تدخل، ها واش كاين، ها واش كاين، ها واش كاين. قال لي والله يا عاد الاخينا ما على باليش، قال لي نكون فيرمي، قال لي نكون فيرمي نشوف طراش، انا اللايف انا مش راح نحيه، نكون فيرمي نشوف طرا واش كاين واش ما كانش. قال لي ما كون فيرميتش، ومن بعد بيوم الخميس عاود اتصل بيا، عاود اتصل بيا قال لي ايه، قال لي كاينه منها، وقال لي الفيرمو اي راح تدخل كيما نقولوا حنا بالجمعه، تسمى هذا متفق فيه. ومن بعد كاينين واحد الناس، واحد الناس دركا انا واحد من الناس دركا انا راه كيما نقولوا حنا مستهدف، لازم يديروا لك لقطات اكل باش طيح من عينين الجماعه، يديروا لك لقطات اكل. علاه؟ كي شغل سكرنا عليه من البيبان دركا، ما وليناش نمدلو له من المعلومه، ما وليناش فهمت، ربي سهل عليك فهمت. الناس اللي يكرهونا راهم باينين، وعلى بالنا على واش راهم يكرهونا هما، فهمتني. انا دركا قال شي واحد انا انسان هذا طارق نسق معاه في الامان، قال لك اخويا هيه الجمعه، قلت له تسمى اخي مفيد، قال لي مفيد، قال لي عس تشوف، قال لي عس تشوف كيفاش ندير، قال لي دوك نهبط منشور خوتي شهاده لله، قال لي دوك نهبط منشور، قال لي دوك نهبط منشور، وهم كاينين قال شي واحد، قال لي دوك نهبط منشور، نهبط منشور نقول باللي ها واش كاين، ها واش كاين، ها واش كاين، ومن بعد كي ندير منشور تشوف واحد الناس، تشوف واحد الناس، قال لي تشوف واحد الناس كيفاه يوليو يديروا. ايه جماعه راهم في المنظمه، هذه المنظمه هذه اللي ما جابت لنا والو اخوتي، ما جابت لنا حتى حاجه، ما جابت لنا حتى نتيجه. قال لك اخويا درك نهبط المنشور ونعاود ندير منشور ونعتذر، وبالفعل صح، والله غير تاكدت اللي الناس هادو والله غير كوبي كولي. شفت كيفاه كوبي كولي، يهز المعلومه الصحيحه من عندي انا ولا من عند الاخ طارق هذا، كيتحطها انت في الفيسبوك، ومن بعد ويولي يحطها ويقول منا ومنا ونظرا للمصادر وما على باليش وروح ورواح. كي هبط لها هو دوزيام منشور تاع الاعتذار، الناس خلط لها الحسابات، خلط لها الحسابات، صح خلط لها من الحسابات، ولاو الناس ينحيو بالمناشير. عطاني حتى لي باج نتاعهم، دخلت لي باج نتاعهم، ومن بعد كي هو دار هذاك تاع الاعتذار ولاو زعما كيشغل هما حابين يستشفوا فيه يقولوا باللي هذا كذاب وراه خاين وراه غير يجيب لكم في الخرطي، فهمتوا اخوتي، راه يجيب لكم في الخرطي. باش انا الهضره هذه على واش راني نهضر فيها، باش نلحق ميساج لخاوتنا باش تفهموا واش راهو يدور.
في الساحة التنسيقية والساحة تاع المنظمة في الأمر الواقع. هذه يا خوتي، وإنسان راهو صادق، واحد ما يقول لك باللي هو دار هذاك، هذاك موش دار هذاك 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 الستاتي الدوزيام اللي حطوا باش زعما راح يعتذر. هو دارو كامين، برك دارو كامين للجماعه، للجماعه اللي ديما تحب تركب الموجه وتهضر باسم الرجال، ونهار كامل هما يغلطوا في الناس، وكاين وكاين ما كان والو اخوتي. والله لا تساع حاجه في هذه الساعه، والله ما تساع حاجه. وباش تقول لي انت رئيس الجمهوريه ولا القياده اعلى سلطه في البلاد ما على بالهاش، والله على بالها بكل كبيره وصغيره. ربي يحفظك، ربي يحفظك خونا فلاح. انا راني قالش واحد، انا راني ماني سامع حتى بواحد. الولاء للقضيه وفقط وليس للاشخاص. اي واحد عنده دليل ولا اثبات يا ولدي، والله العلي العظيم غير هبط في هبط في الفيسبوك، خلي الناس يشوفوا. هذاك النهار تفويض 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 هذاك التفويض نتاعي هذاك مع رئيس الجمهوريه، فوضوني كثر خيرا، داروا فيا الثقه فوضوني كثر خيرا، وماشي فوضوني من اجل المصلحه الشخصيه، بالعكس حنا حبيت نعاون خاوتي، نعاون خاوتي بالشي اللي نقدر. اجرونا على الله، نقترج على السطر. التفويض هذاك دار في لي جروب ميسنجر اكل باللي راهو عادل مشى مع رئيس الجمهوريه، مع رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون. هذه حريتي الشخصيه، ربي يسهل عليك. حنا تبعناكم، حنا ما قلناش فيكم ولا فيكم، ربي يسهل على كل واحد، ربي يسهل على كل واحد. انا ما قلتلكش فيك ولا ما فيكش، تبعنا. انتم ما قلتوا خلاص، لحقنا نقطة النهاية. يا خوتي انا ما نحبش اخويا، انا نبقى ناضل على حقي بالطريقة اللي نعرفها انا. لؤي عبد الرحمن تحياتنا، ما نوقف لك في الطريق، ما نعرض لك في الطريق، ما نسبك، ما نخونك. ان يا خوتي واحد يدير في الهليكوبتر ويسجل في المكالمات ويحط في واحد المناشير هدامه هكذا، يحط واش يعني، واش هو الفايده؟ الفايده باش يقولوا لك باللي انت راك راجل وراك زعيم وراك بطل. يا ولدي رانا الناس الكل تعرفنا، تعرفني تعرفك انت وتعرفني انا، ما كانش حاجه. بكري كنا ما نبانوش، بالك يعرفونا في الفيلاج نتاعنا، يعرفونا في الولايه، يعرفونا في البطايون، في الوحده القتاليه، يعرفونا مليح الناس واش نسواو، عرفونا مليح الناس مش نسواو. ماشي يعني الناس يستناوك دركا باش انك انت تدير منشور وتخون الناس ولا ما على باليش، وروح وارواح. وكاينه ناس اذا قبلتوا التحدي انا راني هنا. يا ذيك اخونا فتحي، واحد ما ينعت لي خويا فتحي، انا نمشي كيما نعرف، كل واحد حسابه في راسه. وعمري تكلمت باسم التنسيقية، وعمري تكلمت باسم المنظمة. أنا التنسيقية وقتاش هدرت بها، أنا التنسيقية وقتاش هدرت بها، هدرت بها نهار كي وقفت في لابار، وقفت في لابار قال لك عندك نشاط مع التنسيقية ولا المنظمة، قلت لهم أنا النشاط نتاعي مع التنسيقية. نقطرش على السطر، نقول لك علاه اش ما يقولكش، حتى كي يروح واحد يدير. ربي يحفظك اخونا عمار الديكارك، خدمت معايا وربي يحفظك، ورانا خدمنا سيدي عليا بوناب ولابيراسيون الاخرى 7 شهور. الناس والله يا خوتي عندها عامين في الجيش، عام وعامين في الجيش، راهو يخلص عام في الجيش. انا عام تاعك فوت تاميسي وحبيبي، روسك سير الرجاله سير عمار الديك هذا والله، او يكومونتي والله ما نعرفه يعني. على كل حال وخدم معانا ويعرفوا الناس التاريخ نتاعنا مليح. انت خدمت عام ولا عامين في الجيش، راك تسلك مليح، راك لاباس عليك. انا العام نتاعك انا خدمت اوبيراسيون، وسقسي الرجاله تحكي لك على الاوبيراسيون تاع بني كسيلة، سقسي الرجاله تحكي لك.
اوبيراسيون تاع بنكسيلا واد قرقور الله يرحم الشهداء. انا خوتي والله يعني ماناش انا بلي نسب في الناس ولا نعاير في الناس، انا ماذا بيا اي واحد في المؤسسه العسكريه يخدم عام عام في الجيش، نهار في الجيش هز السلاح في العشريه السوداء يا خويا، يستاهل شهريه، هي يستاهل شهريه، يستاهل شهريه، باسكو بلاد اخويا فيها الخير، فيها الخير اخوتي البلاد، ما تقوليش ما فيهاش الخير. يا احنا اللي ماناش ملاح، انت البارح انا ندخل للسوق ما جابوش البصله الفايحه هذيك، البصله الفايحه ما جابوهاش للسوق، كانت هنا تدير في الحوان 3000 3000 4000، وليت ندور انا على الحوان الاخر فيها من داير لها داير لها 10000، والسوق قديم علاه دير لها 10000؟ تما كيلحقك الخبر باللي ما كانش في السوق، درت لها 10000، حبيتوا تربحوا الربح السريع. يا خوتي المهم انا باش يا شفيق خويا بني كسيلة بجاية الحمد لله، هاك خدمت لوبيراسيون وعلى بالك واش كاين اخونا شفيقك، على بالك واش كاين. حنا رانا كنا وصلت لدرجة ولينا نربيه في الذيابة والثعالب بالكورني دباف، ولا يجمع معاك الذيب والثعلب، ولا يجمع معاك في الخندق عاد ما يخافش منك. والله يا خوتي يعني والله العلي العظيم سبحان الله، طاقي لنا طارق حمادي محمد، طاقي لنا طارق قواسمية يطلع معانا لهنا ويزيد يعطينا كاش ما كان مستجدات جدد، ويزيد يفهم، انا ماذا بيا يزيد يفهم بعض الاخوة، باسكو اخوتي انا مانيش تاع قانون، انا دركا واش كي نطلع المصلحة الاجتماعية واش يقولوا لي نقول لخوتي هذا ما كان. جماعة بزاف راهي تقول لك السلفيه 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 يا خوتي، احنا رانا قلنا كل واحد اللي لحقت التوره نتاعو يدي يا اخي، ما زادت ما نقصت، ابقاو حنا في هذيك نتاع الخبره الطبيه، نورمالمون نتاع الخبره الطبيه راهي بدات باشرت في المهام نتاعها. يا خويا اللي عنده حق يديه، حنا كامل عندنا حق، كاين ناس كي نهضروا لهم كيما هكا كي تقولوا اللي عنده حق يديه ما يشتيش شغل اكتب غرفيه ولا ما على بالش، انا ماذا بيا سي نورمال شفيق خويا، صعيب الحال صح، صعيب الحال سي شفيق، نرانا كنا مع بعضنا وتميزرنا، وكاينين حتى بعض الضباط اللي كان اللي مات ربي يرحمه، وكاينين الناس اللي مازالوا عايشين، كنا كي نقصروا مع بعضنا كانوا يقولوا لنا تخرجوا للسيفيل تحكيوا الحكايات، هذو السيفيل اللي قاعدوا يضحكوا عليكم انك كي شغل راك تورني في فيلم اكشن، وبلا ما نزيدوا ندخلوا في التفاصيل ولي ديتاي. وخدمنا البلاد هذه، خدمناها لوجه ربي، خدمناها لوجه ربي، ما خدمناش لوجه العبد. احنا الوقت هذا كي كانت العصابه تنهب في الخزينه العموميه، احنا كنا نخدموا، ما كناش نعرف، ما كناش على بالنا باللي العصابه راهي تسرق، احنا كنا مديرين في بالنا باللي الناس راهي تخدم، احنا كنا نباتوا في الخنادق، احنا كنا نباتوا في الخنادق، والرجاله كانت تبات في لي كاباري، كانوا في لي سواري، الحفلات والملاهي الليليه. هذه هي خوتي، المهم المطلوب من المناضلين تاع التنسيقيه تاع ولايه باتنا هو عندنا فرد حل، الله حميد بوتايدا قال لك والله تحكي والله ما يمنعك، والله يا حميد اخويا والله ما حبيت نزيد ندخل في التفاصيل، انا ماذا بيا اللي خدموا في تيزي وزو وبو مرداس والبويره اللي خدموا في مثلث الموت يطلعوا لهنا وخلي يحكيو، خلي الله يراهم حلول للناس وكل، اطلع وحكي
ما تحكيش امورات اللي راهم باينين، اطلع واحكي كيفاه كنا عايشين وش هي الحاجه اللي ضرتنا. الحمد لله، وهذا بفضل يا عمار خويا هذا الصفاح هذا تاع سيدي علي بونابه جماعه، راهو القليل اللي يعرفوا، القليل اللي يعرفوه. ها هو قالنا اخونا عمار قال لك دركا الصفاح احنا كنا نكروشيو ثم مع الارهاب، كنا نكروشيو مع الارهاب، اليوم الحمد لله قال لك ولاو يطلعوا 12 تحليل السيفيل عادي يطلع ثم. يفرج ربي يا اخونا شفيق، خونا شفيق انا واش راح ننصحك، دير اليد في اليد مع خوتك وبربي ان شاء الله، والله يا ربي يسهل لك الامور. ربي سبحانه قال لك الله مع يد الجماعه. انا الحاجه والله يا خوتي اللي نكرهها في بعض الناس، مثلا كيف انا ما تفهمتش انا وياك، انا وياك ما تفهمناش، انا وياك ما تفهمناش في حكايه، ما على باليش ومنه ومنه. علاه انتم دركا تروحوا وتخلطوا هذه في هذه؟ معليش عاد هذا درك جبد روحه ولا ما جبدش روحه، الحمد لله راني نكتب على الحق نتاعي، راني ندير لي لايف ورانا نهضروا ما على باليش وما كانش ما تقول لي لا هذه لا هذه، وانت فهمها كيما باغي تفهمها. سهلة تروح زعما وكي تبغي تخمش السمعة نتاع واحد تولي تكتب وتولي الو من هذا لهذا ما على باليش ومنا. اخوتي انا والله العقلية هذه تاع المضامات وعقلية تاع النساء هذه والله ما فيا يا اخوتي، والله يا اخوتي ما فيا. انا زعما انا كي نفوت نجبد روحي على واحد نشد سابعين نشد قدري ما نحوس نفهم حتى لا واحد واش راهو يدير، واش يدير واش ما يديرش. تحتاجنا اخويا في النهار الكبير اخويا، عيط عيط لي برك على الحقوق برك وافقت، ما تعيط لي حتى لا حكايه. لازم احنا لازم نوليو رخاص كيما بعض الناس، نوليو نسبو في الناس، نوليو ننشرو في الناس، نوليو النميمه، وما على باليش باش نوليو زعما باش نوليو داكور. تحياتنا خونا توفيق بوناب. المهم اخوتي نورمالمون الميساج يكون الحق، احنا رانا هضرنا ما فيه الكفايه، هضرنا هضره حتى ندمي غنا ضرونا. المهم انا المناضلين تاع ولايه باتنا احنا رانا هضرنا وتبان لي الميساج والحق، لو حق ما كانش لي يقول لي درك انا ما تفرجش اللايف ولا ما شفتش اللايف. خوتي نديروا اليد في اليد ونحيوا علينا هذا الحكايه هذه. احنا قال لك انتوما الحكايه هذه راهي نتلموا في بعضنا، هر واحد نكوتيزي واش نكوتيزي، وخليونا من هذاك وهذاك وهذاك، وروحوا شوفوا ما تشوف ما والو على بالنا بالظروف نتاعكم. اي اللي تروح كيما حنا راهي صارت لنا هنا في تازول، اللي تروح يقول لك لا زادوا داروا لنا البلبله بالحكايه نتاع الساكن هذه، ولا دركا صافي دير التنسيقيه ولا نخدموا في بعضنا احنا، ولا كي شغل التنسيقيه تخدم في بعضها وتخدم في المناضل نتاعها، والناس هنا اللي راهي تدي في السكنات متقاعدين الجيش يا اخي لا تنسيقيه لا والو، راكم ديتوا باسم اللائحه اللي جابتها التضحيه تاع الرجال. بلا ما نزيدوا ندخلوا في لي ديتاي، ربي يسهل على كل واحد. انا ما نزيد نهضر حتى مع واحد نقول له اعطيني، الناس كامل على بالها. هنا في تازولت الناس هنا في الدائره اللي نسكن فيها انا بعيده على باتنا بسبعه كيلو، الناس كامل على بالها وشكون هو المنسق وشكون هو اللي راهو ينشط وشكون هو. قال في سبيل المثال حتى لا بغاو يعاونوا يجيو عندي انا. انت ما تعرفش هذا احمد جبالي، هذا انا نبعثك عنده، انا نبعثك عند احمد جبالي، ما تعرفوش انا نبعثك عنده، روح ديروا الامانه ما تجيبها ليش ليا انا. خلاص كيف نفريو مشاكلنا يخرجوا الجماعه في الحبس، وهذيك الساعة نشوف واش نديرو، كملوا الناظر ولا كل واحد يروح يشد سابعه. ما تديروناش سبايب.
تهبط في البيز الى عندك الطوموبيل السيدي تكون في باركا فوراج 5 دقائق تكون عنده 5 دقائق. ولا كان في الكار حكايه طع... يا ربي واحد 20 دقيقة والانسان هذا نعرفوه مليح عيطوا في التليفون يجيك هو اللي يجيك ماكش انت اللي تروح له. وصدقني 100 فرنك نتاعك ما يديهاش. الناس ولات تشوفنا في الطريق اخوتي تبدل الطريق. علاه تبدل الطريق؟ زعما باش تروح ما تقولوش انت اعطيني باش نعاونوا الجماعه. خشيتوها انا بصحتكم صحتكم صحتكم جاي نوقفوا معاكم ونعاونوكم وتدوروا منا وتطعنوا فينا. علاش كي تعود مناضل وتطعن فيا جمونفو؟ بصح الناس اللي ما يتناضل راكده وتمونجي وراهي واحد راهو حل حانوت واحد راهو يسترزق واحد راهو بالشهريه واحد راهو يبزنز على روحهم على باريش ومنه كلش. هذا واش راه نقول لكم انا من المنبر هذا نقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل. خاوتكم عيب وعار عليكم عيب وعار عليكم خاوتكم في السجون خاوتكم في السجون وما قدرتوش تعاونوهم. خاوتكم في السجون وما قدرتوش تكوتيزيو معاهم. انا ما قلتلكش روح عطيلو صوارد روح شريلو محفظه شريلو كراريس. تحياتنا سيبونا بتوفيق. عيب عيب اخوتي عيب. احنا ما تربيناش في المؤسسه العسكريه ما تربيناش باش نخونوا اصحابنا في ساحه القتال. تربيناش هكا ما علمتناش المؤسسة العسكرية انك تكروشي مع الارهاب ولا مع العدو وتهرب وتخلي صاحبك. مؤسسة العسكرية ما علمتناش هكا. مؤسسة العسكرية علمتنا اي متوقف فعلي. وما علمتناش الخيانة. هذا واش راح نقول لكم اخوتي ما نطولوش في اللايف هذا. انا واش راح نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا اللي سمحتوا في الرجال. اخي ما قلنا لكم لا اخرجوا لا روحوا لا ارواحوا لا ديروا وقفه ولا ديروا اعتصام. احنا قلنا عاونوا خاوتكم برك عاون اخوك بشي اللي تقدر. انا ما قلتلكش اعطيني 100,000 إلا ما تقدرش تهون عليك تمد 50,000 مد 20,000. المهم دير جاز تاع الرجالة برك يماركيها لك التاريخ. ماشي انتوما الرب العالي انتوما الراجل تبغيو تذلوه الراجل الرجالة ذليتوهم وما زلتو تحبوا تذلوهم. كي تشوفني نهضر انا هكا في الحق تقول او ماكش مليح. والله يا اخونا عمار شوف نقول لك كلمه انا اخي تعرف العقليه انا اقسم بالله يا عمار اخويا قسم بالله اسمع لي مليح واش راح نقول لك والمتتبعين تاع الصفحه. انا روح شوف انا ما تشوفش ما انا ما تقول لي لا عمار انا ما نديرش التفريقه بين الناس. انا ما نقول لك لا عمار لا فلتان لا يديك لا يجيبك. انا لكن شتو رواحكم راح تعاونوا شوفوا ابداوا بخاوتنا المتقاعدين اللي على بالكم باللي راهو متقاعد وراهو في الحبس وما هوش لايحك. صح صح ابداوا بالناس هذوك بلا ما نزيدو ندخلوا في التفاصيل. ابداوا بالناس هذوك تحياتنا اخونا يوسف. ابداوا بالناس هذوك المتقاعد اللي مضرار. المهم انتم شوفوا
كما كنا في المؤسسة العسكرية ديما يقول لك يخرجوا، لازم نخرجوا بقل الضرائر قبل قل الخسائر، ابداوا بها.